الغيارات الثانية 18 فولت تجي نوعين، نوع يجي 2 امبير اللي هو هذا، نوع 1.5 امبير. إذا لاحظنا البطارية هنا مكتوب 2 امبير 36 واط 18 فولت. تاريخ البطارية 8/2017. ما هي واضحة لأنه الجو برو سيئة في الفوكس، فراح أحط صورة. بينما الآخر هذا 1.5 امبير 27 واط 18 فولت. تاريخ البطارية هنا هو 23/2017. 23 يبدو لي من أنها ترمز إلى الأسبوع وليس إلى الشهر، أسبوع 23/2017. بينما هنا الأسبوع 8/2017. بالنسبة للدريل 18 فولت 2 امبير يجي عليه مغناطيس هنا لوضع الريش على الجهتين، اما ريش حفر او ريش سكروب، بالاضافه الى الجسم معدن والفكوك الثلاثه المسكه معدن. بينما زميله الاخر 1.5 امبير ما يجي مغناطيس، بالاضافه الى الجسم بلاستيك لكن بلاستيك مقوى بالياف زجاجيه. هنا هي مكان التروس على فكره، والمسكه تجي بلاستيك برضه، بينما هنا معدن. هذا مجرد مغناطيس. الجسم هنا يبدو لي انه اما الومنيوم او مغنيسيوم او خليط بين الالومنيوم والمغنيسيوم. بينما الفكوك الثلاث معدن، هنا بلاستيك، بينما الفكوك نفسها من المعدن. بالنسبة للاسفل هنا عندنا مستوى البطارية للاثنين امبير فولد البطارية، بينما الزميلة يجي مكان لتخزين ريشة السكروب جهتين. هذه تجي معها على فكرة جهتين، جهة السكريب. بالإضافة إلى اثنيناتهم يجون سرعتين 1 و2، والمغناطيس هذا بإمكانك أنك تفكه وتنظفه من خلال الصامولة هذه. بالإضافة إلى اثنيناتهم يجي فيها إضاءة، لكن الإضاءة تنطفي بمجرد ما تشيل صباعك عن الزناد، كان يفضل أنها تدوم لخمس ثواني على الأقل. واثنيناتهم فيهم وضعية المطلقة، وهذا اللي تحتاجه في أي دريل 18 فولت أو حتى أقل من 18 فولت، وضعية المطلقة جدا مهمة في حفر الجدران وتركيب اللواح أو الأرفف أو أي شيء. ايضا الاثنين امبير يجي في قطعة زيادة توضع هنا، توضع على الحزام. ايضا العلب فيه ان فرق بسيط، انه المسكات هذه اللي تسكر العلبة هذه تجي بلاستيك، هذه علبة 1.5 امبير، بينما من الداخل في عندنا الشاحن والبطارية الاحتياطية. بينما هذه علبة الاثنين امبير المسكات هذه تجي حديد، أو هذه ستين ستيل وليست حديد. برضو هنا عندنا الشاحن بالإضافة إلى البطارية الاحتياطية، والقطعة اللي يتكلم عنها هذه هذه صامولة، بينما قطعة الحزام هذه توضع هنا بهذا الشكل. وفي الجهة الثانية بهذا الشكل توضع الصامولة هنا. إذا كنت تستخدم اليد اليسرى تحطها بالجهة اليمين، وإذا كنت تستخدم اليد اليمنى تحطها بالجهة اليسار، بحيث تحط الدريل على الحزام بهذا الشكل، وتأخذ الدريل مرة ثانية بهذا الشكل، تأخذها مرة ثانية.
لكن بالنسبة لي ما ألبس بنطلون فما أحتاج هذه القطعة. أيضا ملاحظة أخيرة، أول دريل شريته كان هذا الاثنين أمبير، وكان في نفس السنة اللي أنتجت فيها البطارية اللي 2017. كان سعره في ذاك الوقت قبل تقريبا 6 سنوات يتراوح بين كان عليه تخفيض من سابقه، أعتقد شريته ب 670 أو 680، بينما بعد تقريبا 4 شهور أو حاجة زي كذا شريته الثاني، هذا كان قيمته تقريبا 570، برضه كان عليه تخفيض من سابقه. والسبب اللي خلاني أشتري الدريل الثاني إنه لما تشتغل في الخشب محتاج على الأقل دريلين، ولو إنه هذه الأيام فيه قطع تقدر تحطها هنا تبدل بين ريشة الحفر وريشة السكروب. أيضا فضلت ستانلي على ديوالت، لأن ديوالت في ذلك الوقت كان ب 1100 ريال، أعتقد 680 ريال كان خيار واضح بالنسبة لي ومنطقي جدا، خصوصا إنه ديوالت ما كان فيه مستوى البطارية وكان عبارة عن امبير واحد. لكن بالنهاية مثل ما نشوف حتى بعد 6 سنوات يعني لا يزال يعمل، ولو انه كان اول سنتين هي اللي كان جاء ضغط عمل كثير عليهم خصوصا هذا، مع ذلك لا يزال ممتاز ويعمل بشكل جيد وسلس. ولو انه العلامة التجارية ستانلي بذلك الوقت قبل 6 سنوات ما كانت معروفة. ايضا اذا كنت تسأل او تتساءل، لو بدلنا البطارية، اتخذنا البطارية دي وحطيناها على الدريل هذا والعكس، هل راح يعمل دريل؟ نعم. وما انصح بهذه الطريقة الا كنت مضطر انك تستخدم البطارية الثانية. والان في فك البطارية نلاحظ هنا شكل الصامولة، شكل الصامولة هنا شكل سداسي مع نتوء في المنتصف، وهذا الفكرة منها شكل الصامولة هذه انك ما تقدر تفك البطارية، لكن او محتاج الى رأس سكروب مخصوص عشان تقدر تفك البطارية. لكن حتى انه هذا السكروب بإمكانه انه يدخل بشكل قطري، لكن محتاج انه حفر للنتوء في المنتصف، وفعلا ما قمت بحفر للنتوء الموجود في الصامولة في المنتصف حتى بدأ يفك البطارية بكل سلاسة. هذه بطارية الواحد أمبير مثل ما نلاحظ هنا باللون الأخضر الداكن، وبطاريات هذه هي بطاريات LG، وما أن وضعتها في بحث جوجل حتى لاحظت أنها متوافرة. بإمكانك أنك تطلبها في حال تلف البطاريات وتستبدلها. والآن عندنا بطاريات الاثنين أمبير برضو نفس شكل الصامولة، ومثل ما نلاحظ هنا البطاريات الموجودة على 2 أمبير هي بطاريات سامسونج، وبرضه قمت بإدخال رقم البطاريات في جوجل، والبطاريات برضه متوفرة وبإمكانك تطلبها في حال التلف وتبديل البطاريات. إذا ما كان عندك معرفة في تبديل بطاريات الليثيوم يفضل أنك توديها فني مختص في الإلكترونيات يبدلها لك. ولاحظت برضو انه الشاحن نفس نوعية الصامولة، فقررت انه افتح الشاحن لنتفحص المحتويات الالكترونية الداخلية، ولو انه شخصيا ما افهم في الالكترونيات، ولكن الاخوة اللي يفهمون في الالكترونيات يمكن ياخذون فكرة عن طبيعة عمل الشاحن. اللي لاحظته انه الاثنين امبير فيه ترانسفورمر يمكن حجمه اكبر قليلا من الواحد ونص امبير. وهنا اختبار، هذا اختبار اجريته قبل عدة ايام تقريبا 4 أو 5 ايام، وكان الجو حار وكانت التوقيت تقريبا الساعة 11 الضحى، كان الجو حار وكان فيه هواء حار برضه.
وهنا عندنا صواميل 13 ملي تقريبا نفس الصواميل اللي تستخدم في تركيب وحدات مكيفات الاسبلت. والآن عملية محاولة فتحها 2 سنتيمتر أقل من إنش واحد. والآن محاولة فتحها 3.2 سنتيمتر تقريبا أقل من 1.5 بوصة. وهذه ريشة حفر خشب عادية 10 ملي. والآن الاختبار الحقيقي وهو حفر أو فتحة كبيرة لبطاريات أو الدريلات اللي تعمل على بطاريات الليثيوم. هذه فتحة 3 بوصة أو ما يعادل 8 سنتيمتر أو 7.5 سنتيمتر، وسماكة الفتحة هذه تعادل 2 بوصة أقل بقليل أو ما يعادل 4.5 سنتيمتر. هنا نلاحظ بدأت بالدريل 1.5، وبعد فترة من العمل سخنت بطاريات الليثيوم ودخل الدريل في وضعية السيفتي مود، وهذه مش أول مرة يسويها. فعندما تسخن بطاريات الليثيوم يدخل الدريل في وضعية السيفتي مود، بحيث لن يعمل الدريل مرة ثانية إلى أن تبرد بطاريات الليثيوم. فقلت أخذ الدريل الثاني 2 أمبير وأكمل الحفر، وبرضه في الدريل الثاني بعد فترة من العمل سخنت بطاريات الليثيوم ودخل في وضعية السيفتي مود، ولن يعمل إلا أن تبرد بطاريات الليثيوم. وفعلا تركته يبرد لمدة تقريبا ربع ساعة، وتم حفر الفتحة بنجاح. هنا عملية قياس السماكة.